عليكم الغزالات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال، مزيانين ومرتاحين. اليوم بغيت نهضر معاكم بعد شويه وعد ديك الساعه. فلوق جديد اليوم ان شاء الله، غير هو هذا الفلوق على حسب هذا الشيء ديال هذا كورونا وهذا الوباء وهذا الفيروس. الله يسر والله يحد الباس. كيف ما قلت لكم، كيف ما شفتوا المرض غادي وكيكبر، لا في الدول العربيه ولا في المغرب ولا في اي بلاصه. الدوله الوحيده اللي قدرت تسيطر عليه هي الصين ولا كوريا، مهم الشين بصفه عامه. بغيت نقول لكم خذوا الاحتياطات ديالكم، حميوا راسكم، حافظوا على وليداتكم، على مواتكم، الناس الكبارين. حاولوا توعيوا الناس الكبارين، حيت دابا حنايا عندنا التليفونات، كنشوفوا كنسمعوا كنقراو بحال الناس الكبار. ما كيعرفوا لا التليفون ولا عندهم التليفون غير كيدي الهضره ويجيبها، ما كيعرفوش. كيعرفوا بلي كاين واحد المرض وصافي قبيح وصافي. وعيوهم بلي الناس الكبارين والوليدات الصغارين ما كتكونش عندهم المناعه، كيكونوا اكثر عرضه للمرض. داكشي علاش كنحاولوا زعما نوعيو عائلتنا، نوعيو الناس اللي كنعرفوهم، نقولوا لهم نحاولوا نخليو راسنا ديما في الدار. كما شفتوا دابا كلشي فين ما مشيتي حبسوا القرايه، سدوا لي مول، سدوا هنا بعدا، سدوا لي مول، سدوا الحدائق، سدوا بعد الريستورات، سدوهم، مطاعم، اي حاجه، مهم سدوا كلشي تقريبا. وهنايا كيجيك الاشعار حتى للدار، على ما سمعت كيجيك الاشعار حتى للدار في المدن الكبار، كيجيهم الاشعار حتى للدار، كيقولوا لهم جلسوا في ديوركم، حاولوا انكم ما تخرجوش، بقاو في الدار هكا باش كتحميو راسكم وتحميو وليداتكم. وربي اللي كيحمي اكيد، ولاني الواحد يكون سبب باش يحمي راسو، باش يكون يوقي راسو من هذا المرض، على ما تدوز هذه الازمه. وان شاء الله يا ربي ازمه وتدوز، والله يحد علينا الباس، والله يخلي لكم وليداتكم ويحميكم ويسركم يا ربي. وكيف ما قلت لكم، كل شيء قلت لكم تسد، حاولوا انكم تتفاداو الماكله في الزنقه، فين ما درتو حطوا معقمات، حطوا معقمات هكا ديال اليدين، سواء داك لاجيل سواء الصابون. وبنادم يبقى مره يدور يغسل يديداتو هكا باش يحمي راسو. وبالنسبه للناس اللي كيديروا الكمامات وداك الشيء، ما كاينلاش هاد الشيء، غير ما عرفتش بحال في المغرب بعدا ولا ما عرفتش. المهم فيما كنشوف شي واحد داير الكمامه، ما كنعرفش زعما علاش دايرها. احتياطات انك ما كيف كيقولوا انك تعامل باللي انت الله يستر باللي راك مريض، ما تقربش لعند هذاك باش ما تعديش داك الناس، وتعامل باللي داك الناس عاود كاملين مرضين وباش ما يعاديوكش نتايا. هكا كنتعاملوا باش كنحميو راسنا ونحميو وليداتنا، في حيت الله يستر الا تقاس واحد ومشى للدار، راه الاسره اغلبيه الاسر كيكونوا فيها أربعة خمسة ديال الافراد، الا تقاسوا داك الخمسه ولا خرجوا ولا شي واحد فيهم، صافي راه المرض دغيا كينتشر. والله يستر والله يحد الباس. كيف قلت لكم اليوم درت هاد الفلوغ معاكم، روتين تحفيزي باش اللي الامهات اللي في الدار ولا البنات اللي في الدار ولا النساء اللي في الدار، جالسه في الدار ولا عندك واحد النهار ما خداماش فيه ولا هذا، حاولي انك تنقي لي بواني ديال الباب، هذوك اللوكيات ديال الباب، هذيك باش كنحلوا الباب، اي بلاصه تقدري تحادي فيها، تسيقي الدار. من الافضل انكم تسيقوا الدار بالارض وتسيقوا الارض بديتول، معقمات هكا، جافيل، كيقولوا له جافيل ولا جافيل، مهم تعقموا
الدار ديالكم، تمسحوا البلايص اللي كيتحاداو اللي كنشركوا فيهم اليدين. انا درت لكم واحد الروتين تحفيزي هكا في الدار، جمعت الدار هكا ومسحت اي بلاصه اي بلاصه، واخا واخا داك البلاصه يمكن ما غاديش نقيسها، بحال فين كنحلوا الخزنه، بحال شي بحال كوافوز، شي حاجه اللي كنقيسوها انا وانت وانت وهذا بحال هكا في الدار، نحاولوا ديما ندوزو مع ديك البليصه، ندوزو عليها هكا بالتيد ونوليو ندوزو عليها بشي سربيطه ولا شيفون ولا شي حاجه هكا تورشو، تمسحي يكون فيه ديتول وتمسحي هكا هكا كتعقمي، وكتكوني حتى انت مرتاحه نفسيا باللي راكي معقمه. و كيف ما قلت لكم هكا درت على الدار، ما وريتكمش الدار فاش عقمتها، ولاني استغليت هذا الفيديو خليته غير الكوزينه، عقمت الكوزينه مزيان، كندوز بقوه الوسواس، كندوز بالتيد وجافيل، ونولي نمسح داك التيد وجافيل، ونولي نشد طورشون اخر يكون فيه الماء، والماء يكون متزق بالماء وديتول، وكنرجع نعاود نمسح ونشف. مهم كنتمنى يعجبكم الفيديو، وكنتمنى يا ربي يحد علينا هذا الباس. وراه زعما الصراحه منين كنشوف هادشي في الانستغرام ولا في فيسبوك، والله الا كيتالم الواحد، شحال من واحد في الغربه باغي يرجع بلادو، شحال من واحد باغي يشوف عائلته، شحال من واحد عائلته جايين عنده، كل شيء تحبس، كاع الطيرانات توقفوا، المطارات تسدوا. كنتمنى يا ربي عاجلا هادشي يتوقف، وكيف قلت لكم حنايا هما اللي غادي نعاونوا باش هاد المرض ما يتفشاش في 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 المغرب ولا في 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 المحيط فين كنعيشوا، ولا هذا يبقى داك المرض يحاولوا الدوله يسيطروا عليه، وحنايا نعاونوهم. بقاو في الدار، بقاو في الدار، جلسوا شويه في الدار، ديروا شي حاجه بحال هكا في الدار، طيبوا، شغلوا راسكم بشي حاجه، تعاودوا. زعما الصراحه هي فرصه مناسبه بنادم يجتمع شويه ويجلس غير في الدار، ماشي كيف كيقولوا عطله داروها باش نسافروا ونمشي ونحيي صله الرحم. اي صله الرحم كاينه وخاصنا نحيي صله الرحم، ولكن ماشي في هذا الوقت، هذا الوقت خاصنا نجلسوا في الدار ونحاولوا نقلصوا من هذا المرض، والله يشافي اي واحد مريض، والله يحط علينا الباس، والله يجعلها تكون اخر المصائب واخر الصعوبات، والله الله يسرنا وصافي، ويسرنا ويسر وليداتكم ويخلي لكم اهاليكم، والله يحفظكم. وبغيت نهضر لكم حتى على هاد القضيه ديال هاد لي سوبر مارشي اللي عامرين، هاد لي غروند سيرفاس عامرين، الناس كتلهف وكطير على الماكله بحال 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 عندنا المجاعه، ماشي كورونا، راه فيروس كورونا، راه ما قالوا لناش راه المجاعه من هنا شهر راه غادي تسالى الماكله، غادي تموتوا بالجوع. ما فهمتش انا، كيقولوا لي في دارنا قال لك كل شيء عامر، لي غروند سيرفاس قلت لكم كل شيء عامر، الهريات، تصوروا الهري ديال اللي كيبيع المواد الغذائيه هكا بالجمله ولا بثمن قسط، بثمن قليل طايح شويه على الحوانت، عرفتي كلشي كيقول لك عامر، ما تلقاش بلاصتك. راه في هاد البلايص يقدر بنادم يكون واحد مريض وما عارفش راسو مريض، ويكون ويعادي بزاف ديال الناس، ما يمكنش. حاولوا انكم تقضوا التقضيه ديالكم كيف ما كتقضوها ديال شهر اللي تكفيكم شهر، ولا راه ما غاديش كيف قالوا، راه كان الدوله موفره الماكله ديال زعما الحاجيات ديالنا ديال 6 شهور، ما يكفيك 6 شهور، ما يكفي المغرب 6 شهور، راهم موفرين هادشي، لا داعي نبقاو نتلهفوا ونضحكوا فينا الناس وصافي، هادشي اللي كاين. كنتمنى الناس شويه يوعاو وياخذوا داكشي بالتقسيط، ياخذوا داكشي ب
اي بشويه هي على ما يقدك، حيت راه شحال من حاجه تقدري تجيبيها للدار وما تستهلكيهاش حتى اللي غادي ترميها، في حين واحد اخر راه محتاج لديك الحاجه وكيمشي لا سوبر مارشي ما يلقاش. ما المهم كنتمنى الناس يوعاو شويه ويعرفوا بلي هذا راه مرض ماشي مجاعه. كنتمنوا زعما الناس يوعاو بهذا الشيء وهذا الشيء اللي كاين، وكنتمنى يا ربي كنتمنى يا ربي يحد علينا الباس عاجلا، يحد علينا الباس وان شاء الله نصوموا رمضان في خير وسلام وطمأنينة يا ربي، والله يحد علينا الباس والله يحفظكم يا ربي كيف قلت لكم. واليوم درت لكم هذا الفلوغ ديال هذا الروتين التحفيزي كيف ما انا صايبت الكوزينه والدار، حتى نتوما هكا ما تبقاوش في الكوزينه، صايبوا الدار عقموا اي حاجه اي حاجه اي حاجه تقدروا ما تشكوش فيها كاع عقموها. كما قلت لكم غسلوا كل شيء بجافيل لي تواليت، مهم اي حاجه، مسحوا لي فوتوي اي حاجه اي حاجه تقدري تجلسي هكا ولا الطبله ولا اي حاجه تعقم، كل شيء خاصو يتعقم، اليدين خاصهم يتعقموا اكثريه. بحال هكا الا خرجتوا ولا هذا تفادوا انكم تحديو في لاسانسور بحال هكا، كيف ما شفت واحد السيده الا بغات هكا تكيف في لاسانسور كتكيب الساروت بهادي تكيب هادي هكا تفتحي شي حاجه هكا، مهم اي حاجه حاولوا تستعملوا هنايا. الله يشافي اي واحد مريض، وكيف ما قلت لكم باش نغيروا شويه الجو بقاو معايا في هذا الروتين، وكنتمنى يعجبكم وكملوا معايا الفيديو حتى التالي، حيت درت لكم واحد الوصفه مزيونه ديال تبييض الاسنان انا جربتها غزاله ما كدرش نهائيا، ماشي بحال داك الوصفات اللي كتقول لك استعمليها مره في الاسبوع تقدر تضر لك، بالعكس هذه كتبيض اولا كتجمع لك اللتا الا كانت عندك اللتا بحال انا عندي شويه اللتا كتحمر مورمه كتجمع اللتا. انا هاد الوصفه جربتها درت كميه قليله وجربتها وعجبتني بزاف، وكنت كنتسنى هي الوقت باش غادي نعاودها ودابا عاودتها باش نشاركها معكم. كتستعمل يوميا الا بغيتي تجوج المرات في النهار قد ما كتحكي سنانك، هي اصلا غادي هاد الوصفه غادي تستغني على الدونتيفريس على المعجون الاسنان وغادي تستعمليها هي، وانا مأكده باللي غادي تعجبكم وغادي تلقاو عليها نتيجه. وكنتمنى يعجبكم هاد الفلوغ وبقاو معايا.
بعد ما سالت الشقة جيت نحضر معكم هذه الوصفه. كيف ما قلت لكم في الاول وصفه لتبييض الاسنان كتستعمليها كل نهار. وانا نقول لكم المكونات، كتحتاجي العسل، عسل تكون حره، هذه عسل باكستانيه كنعطاها واحد السيد صاحب راجلي معاه في الخدمه كنعطاها له، غزاله واحد العسل حره فنه. مهم عسل حره تكون عندكم في الدار، من الاحسن تكون حره. كتحتاجي العسل، كتحتاجي دونتيفريس، اي دونتيفريس كان عندك. انا كنت خديت هاد دونتيفريس من الفرماسيان ديال التبييض. مهم اي دونتيفريس كتستعمليه في الدار، اي معجون اسنان كتستعمليه في الدار تقدري تستعمليه. زيت البلديه وقهوه سريعه الذوبان، نسكافيه ولا اي ماركه كما كانت عندكم، مهم تكون قهوه سريعه الذوبان، ما تكونش ديك القهوه اللي كنقطعوا، القهوه حرشه تكون هذه ديال سريعه الذوبان، حيت هذيك القهوه اللي كتكون حرشه ما كتذوبش، وفي التالي باش تحكوا سنانكم تبقى تلصق لكم في ما بين السنان وصعيب انها تحيد. وكنحتاج هذه تكون بواطه فين غادي نصايب هاد الخلطه، وتكون محكمه الاغلاق، تكون كتسد مزيان ما يقيسهاش الهواء، حيت الا قاسها الهواء غادي تيبس ليكم وما غاديش تجيكم، ما غاديش تصلح لكم تخدموا بها، ولا يبستو درتو عليها الماء بحال اللي كاع ما بحال داك الماء كاع ما كيخليش هاد الوصفه تكون فعاله. ودابا غادي نوجدوا الوصفه. انا هذه يلا خديتها، على حسب نتوما شحال بغيتو تستعملوا. انا كندير 3 ديال المعالق، ما كتضيع، ما تخافوا عليها حتى شي حاجه، حافظوا عليها غير من غير من غير من هذا من البرد وصافي. في الاول كنديروا سميتها، كنديروا هذه القهوه ياك، نديروا القهوه في الاول. وباش تذوب لكم القهوه خاص ما ديروا حتى شي حاجه، لا زيت لا عسل، ديروا معجون الاسنان معلقه كبيره باش يذوب لكم. غادي نشوف معاكم معلقه، وغادي نبدا نحرك هذا الخليط حتى يذوب هادشي كله. من بعد ما خلطت هذه، من الاحسن صايبوها في شي اناء يكون شي طبسيل ولا باش يصلح لكم انكم تذوبوها. كما شفتوا هي تعلكت ودابت داك القهوه، تخلطت مع الدونتيفريس. غادي نضيف دابا، غادي نضيف العسل، معلقه ديال العسل ماشي بزاف، هاد المعلقه الصغيره يعني بحال المعلقه باش كتحركوا القهوه. كما شفتوا راني خلطت القهوه مزيان، غادي نزيد شويه ديال الزيت بحال تقولي معلقه، بحال هاد المعلقه اللي درت ديال راكم عارفين البنات الزيت شحال زوينه. شويه
شحال زوينه لتبييض الاسنان وشحال فعاله. الوصفه وجدت هنايا كما شفتوا كتجي هكا لا تيكستور ديالها. زوينه بزاف ويمكن لكم كيف ما قلت لكم تستعملوها كل يوم كل نهار ما كضر حتى بشي حاجه ما كضركم حتى شي حاجه. يمكن لكم تستعملوها كل يوم وغير بوحديتها هي غادي ترغوي هي بوحديتها بلا تكتفي بها بلا ما تبقاي بلا ما تستعملي الدونتيفريس. اللي بغيت نقول لكم كيفاش تستعمليها كتشدي شيتة السنان ديالك كتهزي داك المقدار اللي غادي تهزي باش تحكي سنان وكتحكي سنانك وكتغسلي فمك عادي وصافي. هكا تستعمليها جوج المرات في النهار ولا مره في النهار كافيه ما كضر ما حتى شي حاجه بالعكس كتبيض الاسنان فعاله في تبييض الاسنان. جربوها البنات وردوا عليا الصراحه بغيت اي وحده كتفرج فيا ولا اي واحد يجربها ويرد عليا واش لقى نتيجه ولا. والله هاد الوصفه غزاله بزاف خطيره في تبييض الاسنان احسن من داك الوصفات اللي ولينا كنشوفو دابا كيضروا. حتى انا بزاف ديال الوصفات جربتهم وغيضروني في حتى ما كاين لا تبييض لا حتى شي حاجه وشتو دابا اللون ديالها بحال لون القهوه قهوي. من بعد ما تخافوش البنات الى كحالت معكم حيت مع المده كتكحل ما تخافو حتى شي حاجه. الاساس من هذا الشيء هو ان البواطه تكون كتسد مزيان ما يوصلهاش الريح. صافي هذا الشيء اللي كاين وكتستعمليها وانا مأكده تلقاو نتيجه زوينه. حتى بالنسبه للتا انا عندي التا كتورم كتجمع التا وما كتخليهاش حمراء كتخلي اللون ديالها يبقى يولي غوز مع الوقت. وداوموها والله غزال. كيف قلت لكم كتستعمليها سهله بزاف وبخاتيك. كنهز شيتات سنان كنديرها فيها كنغسل سناني كنشل سناني عادي ونهار مور نهار غادي تلاحظوا بلي سنانكم كيبياضوا وكيمشي منها الصفور كيمشيو منهم الصفوريه الا كان ديال القهوه ولا اتاي ولا ديال لي كولورون ولا اي حاجه كتصفر سنان. وكنتمنى تعجبكم الوصفه وما تنساوش تخليو لي تجربوها وتخليو لي التعليق ديالكم. وكنتمنى يكون يعجبكم الفلوق ديال اليوم وتكون عجبتكم الوصفه وتهلاو ليا فراسكم وكنبغيكم بزاف وبسلام عليكم.